اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف بعد اهم العناوين. نبدا من صحيفه الزمان. العراق يسجل اعلى معدلات الاصابه بفيروس كورونا خلال الاسبوع الجاري. في موقع عربي 21، هجوم بطائره مسيره يستهدف مطار اربيل شمالي العراق. في العربي الجديد، مدارس العراق تفتح أبوابها الأحد والأهالي يخشون تفشي كورونا. نقرأ في واشنطن بوست، طائرة مسيرة تستهدف القوات الأمريكية في شمال العراق من دون وقوع إصابات. وفي الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يسرع التحصين بلقاح فايزر بايونتيك، ودنمارك تتخلى عن لقاح أسترازينيكا. في العربي اللندنية، بايدن: حان الوقت لإنهاء أطول حرب أمريكية في أفغانستان. وفي القدس العربية، تحالف العربي بقيادة السعودية يدمر 3 طائرات مسيرة ملغومة أطلقت صوب جازان. ما تعرض له العراق بعد 18 عاما من الاحتلال الأمريكي موضوع تناوله الكاتب محمد المسفر في مقالة جاء فيها: من العجب أن الموازنة التي أقرت قبل أيام تقدر ب 88 مليار دولار، في حين أن نصف العراق يعيش تحت ضعف شديد في الكهرباء والطب والتعليم والأمن وغير ذلك من المرافق العامة. كان عام 2003 فاجعة كبرى في التاريخ العربي والإسلامي، لا أحسب أن في تاريخ أمتنا العربية عاما يدانيه تجزئة وانحلالا وخرابا ودمارا وذلا وهوانا وفرقة وانكسارا في ذلك العام التعيس. انقضت الولايات المتحدة وبريطانيا تعاونهما أكثر من 30 دولة لاحتلال العراق الشقيق، وليس بهدف إسقاط النظام الحاكم فيه وإقامة نظام ديمقراطي، وإنما لسحق الدولة العراقية كي لا تقوم لها بعد قائمة. كان في مقدمة المحرضين لإلحاق الدمار بالعراق وأهله الميامين حفنة من الحاقدين الذين ادعوا نسبهم إلى العراق وهم ليسوا من أهله حسبا ونسبا. قدموا التقارير الكاذبة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. في مثل هذا الشهر من ذلك العام 2003 تم احتلال العراق، وعينت قوة الاحتلال الأمريكي السفير بول برايمر ليحكم أقدم دول الحضارات الإنسانية العراق. أمر هذا الحاكم الدخيل بحل أجهزة الدولة بكل مكوناتها بعد إحراق أو نهب مكتبات بغداد ومتاحف العراق. الذاكرة التاريخية لحضارة بلاد ما بين النهرين، وعين عصابة من الكذابين الوشاة الحاقدين على العراق وأهله. ما عرف في ذلك الزمان باسم مجلس الحكم في عراق دولة الميليشيات اليوم، 250 حزباً سياسياً و83 ميليشيا مسلحة تدين بالولاء لإيران وتتسلم رواتب من الدولة العراقية، وهي التهديد الحقيقي لأمن العراق وسلامته وسيادته. أضاف المسفر: قبل عام 2003 وبعد حرب دامت 8 سنوات وحصار ظالم، فإن الحصص التمويلية لم تنقطع عن شعب العراق كله، وكانت الكهرباء على الرغم من الدمار الذي حل بالعراق والذي كان في حال أفضل مما هو فيه اليوم بعد 18 عاما من حكم الطوائف. الاتفاقية الصينية الإيرانية وتأثيراتها في العراق موضوع تناوله الكاتب دياري صالح في مقالة جاء فيها: في ظل الحماس الكبير في وسائل الإعلام العراقية لبحث الاتفاق الصيني الإيراني وتأثير المحتمل بالعراق، هناك نوع من الإهمال لقضايا أخرى مهمة قد تعيق هذا المشروع، بما في ذلك الاستقطاب داخل العراق نفسه. عقدت الصين مؤخراً اتفاقية مهمة مع إيران تمتد 25 عاماً وتغطي قطاعات حيوية متنوعة،
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحولات جيوسياسية مهمة في منطقة بأسرها، ولن يكون العراق بمعزل عن التداعيات. عندما وردت أنباء توقيع الاتفاقية الإيرانية الصينية، ارتفعت أصوات كثيرة في وسائل الإعلام العراقية تطالب السياسيين بتفعيل الاتفاقية التي وقعها العراق مع الصين في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. ومن المتوقع أيضاً أن تستغل الصين هذا الاختراق الاقتصادي لصالحها، يمكنها أن تساهم في إنتاج تسويات داخلية في العراق، وربما تعمل أيضاً على تشجيع التسويات العراقية العربية، وهذا سيسمح للصين بمنافسة النموذج الدبلوماسي الأمريكي الذي عمل بجد لإقناع المنطقة العربية بقبول عراق ما بعد عام 2003. كما سيتم تفسير ذلك على أنه محاولة لإنتاج محور مهم يمتد من بكين إلى طهران ثم دمشق عبر بغداد، وهو اتفاق استراتيجي مؤثر سيعمل على الضغط على حلفاء واشنطن وخاصة في الخليج العربي. هناك مخاوف من أن الصين قد تدخل في التفاعلات الجيوسياسية في المنطقة، وقد تشكل قواعد عسكرية تسمح لها بالتواجد الرسمي في واحدة من أهم دول هذا المحور، ألا وهي إيران. كعراقيين يجب أن ننتبه إلى أن هناك وهماً كبيراً، وأن الصين لا تنظر إلى العراق إلا بمنظار مصالحها الاقتصادية لا غير. أضاف الكاتب: قد يكون لهذه الاستقطابات تأثير عميق في الجغرافيا السياسية الهشة لهذا البلد. سياسات الكاظم المتخبطة في العراق وزيادة سعر صرف الدولار وتأثيره السيء في اقتصاد البلد موضوع تناوله الكاتب خليل العبيدي في مقالة قال فيها إن الكاظمية هو الأسوأ من بين رؤساء الوزارات لأنه زاد الطين بلة. يوم الثلاثاء الموافق 13 من نيسان 2021 وصل سعر صرف الدولار إلى 1490 ديناراً، وذلك بعد إعلان نائب محافظ البنك المركزي أن البنك الدولي طلب من العراق جعل سعر الصرف 1600 دينار للدولار الواحد، بما يقارب سعره في عملات دول المنطقة. وكان الإعلان يراد منه التشجيع على زيادة سعر الصرف لزيادة التخريب الاقتصادي للبلد، إضافة إلى زيادة تراجع القيمة الحقيقية للدينار بذات النسبة المراد زيادتها بنسبة العجز في شراء المواد الأساسية للفقراء أو المعدمين أو العاطلين عن العمل. إن الكاظمي المتراجع عن شعاراته المعلنة عند استلامه رئاسة الحكومة والتي مؤداها التقرب لمطالب ثوار تشرين، والتي يقع في مقدمتها كشف قتلة الثوار ومعالجة البطالة وزيادة الخدمات، يسكت اليوم على هذا الارتفاع الجديد في سعر الصرف الذي يشكل الزاوية الجديدة لتراجع مقاومة الفقير لمتطلبات الحياة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الأحزاب لا تخرج عن إطارها المخرب للبلد، وأنها مهما اختلفت تبقى متوحدة في تقديم رئاسة كابينة تعمل على المزيد من التراجع للفقراء والمعدمين. إن سعر الصرف ربما سيمهد لأن يكون في المستقبل القريب ما اقترحه البنك الدولي ليصل إلى 1600 دينار للدولار الواحد، وبهذا تكون نسبة زيادة العجز في القدرة الشرائية للمواطن قد بلغت 30% على أساس سعر الصرف السابق البالغ 1200 دينار للدولار الواحد. أضاف العبيدي أن كثيراً من الحاجات الضرورية للمواطن ومنها الغذاء والدواء قد بلغ ازدياد قسم منها 40% وربما أكثر. الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل البارحة والطريقة الجديدة التي نفذ بها تناوته الحرة عراق في مقالة جاء فيها: بالمجمل استهدف 20 هجوماً بصواريخ أو قنابل قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو مقار دبلوماسية أمريكية منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر شهر كانون الثاني الماضي، في حين وقع العشرات غيرها قبل ذلك
على مدى أكثر من عام ونصف عام. للمرة الثانية في نحو شهرين يتعرض مطار أربيل الدولي بكردستان العراق لهجوم، لكن الجديد هذه المرة أنه نفذ بطائرة مسيرة. جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان قال إن المطار الذي يتمركز قربه عسكريون أمريكيون تعرض لهجوم بصاروخ، فيما سمع سكان المدينة انفجاراً قوياً في كافة أنحائها. ولم تتبنى أي جهة بعد الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش. وسقط في هجوم شباط قتيلان بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف. وتبنت الهجوم السابق ميليشيا غامضة تطلق على نفسها أولياء الدم، ورحبت الميليشيات ذاتها التي تعد واجهة لميليشيات موالية لإيران في العراق باتت منضوية في أجهزة الدولة الرسمية، رحبت بهجوم الأربعاء عبر قنوات على تطبيق تليجرام. وفي أعقاب الهجوم أغلقت مداخل مطار أربيل، لكن المحافظ أكد استمرار الرحلات الجوية. وأكدت وزارة داخلية كردستان أن الهجوم نفذته طائرة مسيرة مفخخة وجهت إلى قاعدة قوات التحالف داخل المطار. وذكرت الوزارة أنه بعد التحقيق حول أسباب دوي الانفجار الذي سمع في مطار أربيل تبين أنه كان بفعل طائرة مسيرة تحمل مادة TNT شديدة الانفجار، مستهدفة بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار. وقبل أسبوع فقط استنفت الإدارة الأمريكية الحوار الاستراتيجي افتراضياً مع الحكومة في بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، وتملك الولايات المتحدة وإيران حضوراً عسكرياً على الأرض في العراق. تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي والذي يحارب تنظيم داعش منذ عام 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في العراق، في حين تدعم إيران ميليشيات الحشد. الملف النووي الإيراني والهجوم الذي استهدف منشأة نتنز الإيرانية النووية مؤخرا وتداعياته موضوع تناوله الكاتب خير الله في مقالة جاء فيها: لا وجود لسياسة خارجية أمريكية في الوقت الحاضر إلا سياسة مواجهة الصين التي وقعت مع إيران أخيرا اتفاقا استراتيجيا لمدة ربع قرن غير واضح المعالم. بغض النظر عن طبيعة الهجوم الذي تعرضت له المنشأة الإيرانية النووية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم نطنز ومدى الأضرار التي تسبب بها، يظل على إيران الإجابة على السؤال الجديد القديم: هل هي دولة طبيعية تهتم بأمور شعبها أم لا؟ هل هي محكومة بالمنطق أم بالأوهام؟ قد يكون على إيران الاعتراف أولاً بأن العالم تغير، وهذا مرفوض من النظام فيها إلى إشعار آخر، على الرغم من أن الشعب الإيراني يعرف ذلك بأكثريته الساحقة. تلك الأكثرية التي سئمت نظاماً ليس لديه ما يقدمه غير البؤس والفقر. قد يكون على إيران أيضاً الاعتراف بأن العالم ليس مستعداً لمدها بالمال من أجل الاستمرار في مشروعها التوسعي الذي يهدد الاستقرار في المنطقة كلها. فوق ذلك كله، لا تستطيع إيران تجاهل أن البلدين اللذين تعتمد عليهما في مشروعها التوسعي وهما الصين وروسيا لهما مصالح في المنطقة كلها تتجاوز إيران، ولا يمكنهما تجاهل هذه المصالح الممتدة من المحيط إلى الخليج، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا. لقد كشف مرور الوقت أن إيران غارقة في الوحول السورية، وما فعلته إيران بلبنان تفليس بلد وتهجير شعبه وتدمير مؤسساته، وفي اليمن زاد النفوذ الإيراني المأساة، وكذلك في قطاع غزة بفلسطين. إن المشروع التوسعي الإيراني لم يخدم سوى إسرائيل التي تبين أن أجندتها الإيرانية هي الأجندة المعمول بها.
أضاف الكاتب: ليس معروفا هل في إيران من يمتلك ما يكفي من الجرأة للتعامل مع الواقع بدل متابعة الهرب منه إلى خارج الحدود، حيث المشكلة الحقيقية لإيران هي مشكلة إيران في الداخل وليس في الخارج، والأكيد هو أن السلاح النووي لا يحل هذه المشكلة، كذلك لن تحلها لا الصواريخ ولا المشروع التوسعي بميليشياته المذهبية. لقاح كورونا وانشغال العالم بنتائجه المجهولة حتى الآن موضوع تناوله الكاتب عثمان مرغني في مقالة جاء فيها: ما أظهرته الأسابيع الماضية هو أن دبلوماسية اللقاحات، حيث تتبرع أمريكا وأوروبا والصين بكميات محدودة هنا أو هناك أو تعطي تمويلا محدودا لبرنامج كوفاكس الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، ليست استراتيجية كافية ولا ناجعة للتصدي لهذه الجائحة. سيمضي وقت طويل قبل أن نعرف كل الآثار المترتبة على جائحة كورونا. هناك آثار ظاهرة مثل التداعيات الاقتصادية التي يمكن حصرها بشيء من السرعة والدقة، وهناك أيضا آثار غير ظاهرة بالكامل حتى الآن، ويتوقع أن تتضح مع مرور الوقت، مثل السلوكيات التي قد تتغير والأثار النفسية الناجمة عن فترات الإغلاق الطويلة وتعطل الحياة الطبيعية، أو الدروس التي يمكن توظيفها مستقبلاً لتفادي أو لمواجهة جائحة أخرى، وربما لتطوير التعاون بين الدول بعد الفجوة الهائلة الجديدة التي ظهرت بين الدول الغنية والفقيرة نتيجة السباق العالمي للحصول على اللقاحات. فحتى الآن تم إعطاء لقاحات لنحو 5% فقط من سكان العالم، لكن توزيع الكميات المحدودة التي أنتجت في الدول الكبرى أساساً افتقد للتوازن والعدالة، إذ ذهبت النسبة العظمى من اللقاحات للدول الأكثر ثراءً. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة تهدف الدول الأوروبية لإعطاء المصل لنحو 50-75% من سكانها، أما أمريكا فقد تنتهي من تطعيم سكانها البالغين بنهاية أيار المقبل، بينما لم تطعم نصف بلدان العالم حتى 1% من سكانها. إن حجم هذه الفجوة يتسع إذا عرفنا أن نحو 40 دولة معظمها من بين أفقر دول العالم لم تبدأ أصلاً برنامجاً وطنياً للتطعيم، ويبقى الأمل بسد فجوة توزيع اللقاحات، وهو أمر أمامه عقبات مثل عدم توفر كميات كافية من اللقاحات. أضاف الكاتب: المطلوب هو تعاون دولي جاد لتوفير اللقاحات لكل الدول وبأسعار معقولة للدول الفقيرة، وإلا فإننا سنبقى تحت رحمة هذه الجائحة مدة طويلة يعيش فيها العالم مقسما وراء الأسوار الجديدة التي فرضتها فجوة اللقاحات. تناولت دراسة طبية اكتشاف عامل يؤثر في خطر الوفاة بفيروس كورونا، وربطت هذه الدراسة قلة ممارسة الرياضة بزيادة الإصابة بالفيروس وبالتالي خطر الوفاة. فقد أجريت هذه الدراسة على نحو 50,000 مصاب ونشرت في مجلة British Journal of Sports Medicine. بحسب هذه الدراسة فإن الأشخاص الذين كانوا غير نشيطين بدنيا لمدة عامين في الأقل قبل الوباء كانوا عند إصابتهم بالفيروس أكثر عرضة لدخول المستشفى وللبقاء بالعناية المركزة وبالتالي الوفاة بسبب كورونا. وبينت هذه الدراسة أن الخمول البدني شكل أهم عوامل خطر في النتائج كلها بالمقارنة مع عوامل الخطر الأخرى كالتدخين والسمنة وزيادة ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.